بعد الولادات المتكررة بتعاني السيدات من كذا مشكلة، يمكن أشهرها ترهل جلد البطن، ضعف عضلات البطن، وجود علامات التمدد أو الستريتش ماركس على سطح جلد البطن، يمكن عدم الرضا عن شكل البطن بالأجناب بمنطقة السرة، يمكن مشكلة كتير بتقرق كتير من السيدات برضو ضعف عضلات المهبل وعدم الرضا على العلاقة الخاصة بين الأزواج بعد الولادات المتكررة خاصة الولادات الطبيعية، يمكن عدم القدرة على التحكم في البول بعد الولادات الطبيعية المتكررة مرة واثنين وثلاثة. كل ده بقى ممكن علاجه من خلال جلستين أو ثلاثة من جلسات الليزر المتخصصة، وده في اعتقادي الشخصي ثورة في عالم الليزر، ثورة في عالم طب التجميل. نقدر نعالج عدم التحكم في البول الدرجة الأولى، نقدر نعالج ضعف عضلات المهبل وعدم الرضا عن العلاقة الزوجية، نقدر نعالج الستريتش ماركس، نقدر نعالج بعض ترهل الجلد. كل ده من أكتر من نوع من أنواع الليزر، جلسات مختلفة، أجهزة مختلفة، لكن كلها بتؤدي إلى نتائج شبه في اعتقادي مبهرة. في جلستين أو ثلاثة ممكن نوصل لحل كل هذه المشاكل.